هذا سائل يقول: أنا من السودان وحضرت هذا الدرس وفهمت مسألة الإيمان والكفر ومذهب أهل السنة فيها، والسؤال أنه قد جاءتنا كتب كثيرة في هذه القضية، وطلبة العلم في بلادنا مختلفون فيها، ومن ذلك كتاب إحكام التقرير وكتاب الحكم بغير ما أنزل الله وأصول التكفير، فما هو قولكم فيها؟ يا أخي لا تراجع الكتب هذه، راجع كتب السلف التي فيها بيان العقيدة الصحيحة، كتب السلف الصالح. أما الكتب العصرية هذه لا تعتمد عليها، لأنها ما هي بصادرة عن علماء، إنما صدرت عن ناس متعلمين مبتدئين، ولا يعتمد عليها. عليك بمراجعة كتب السلف الصالح في أصول العقيدة. نعم، مثل العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية، ومثل لمعة الاعتقاد للموفق بن قدامة، وغيرها من كتب السلف. نعم.